السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني على هل يرحل إبراهيم دياز عن ريال مدريد بسبب مبابي؟ علامة استفهام هنا يا خلوها ونشوفوا اللي غادي يجي. فتحوا السوق الانتقالات ويكمل سوق الانتقالات يعني، ونشوفوا لا يرحل ولا ما يرحلش ولا احنا هذه غير هضره وسائل اعلاميه. وين هدد تعاقد نادي ريال مدريد مع يعني مدريد الاسباني مع النجم الفرنسي مبابي، فرض يعني وين فرض المغربي ابراهيم دياز الاحتفاظ وين فرص يعني الاحتفاظ بمكانته داخل قائمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدير الفني للفريق الملكي. يعني ورغم يعني تقديم دياز الذي اختار اللعب للمنتخب المغربي يعني على حساب إسبانيا مستوى جيد في مرحلة الإياب من الموسم الكروي الماضي 2023-2024، فإنه لم يضمن مكانته مع بطل أوروبا في الموسم القادم. يعني الناس اللي الى يشوف اللي ما غاديش يكون يعني حتى في يعني التشكيله الاساسيه، ويشوف عنده نقولوا بلي مانشستر يونايتد، عنده ارسنال، وعنده نابولي وميلون، عنده هذو اربعه حتى وين باريس سان جيرمان وين دخلت حسب صحفي فرنسي. باريس سان جيرمان ودخلت تشوف خاص باريس سان جيرمان دايرين زوج لعابه، داير رايان شرقي ودايرين ابراهيم دياز، اللي باش نعطيها لكم معلومه. ونجح ابراهيم دياز نجم ميلون السابق في اقناع انشيلوتي بامكانيات فنيه في المباريات التي لعبها، وبات من بين الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي، وين مساهما في فوز ريال مدريد بالمباريات كانت حاسمة في حصد اللقب الدوري الإسباني والدور أبطال أوروبا والسوبر الإسباني من قبل، يعني حتى في الدور كارد فينال وقيلة ولا الدوزيام تور تاع الشامبيونز ليغ، وين كان هو حاسم آلي روتور أمام نادي ألماني، كان هو حاسم، كان حاسم في وسجل هدف وحيد يعني كان حاسم. وسجل الدولي المغربي 12 هدف مع تقديمه 9 تمريرات حاسمة في 44 مباراة خاضها الموسم 2023-2024، يعني وأنهى الموسم الفارط باعتباره خامس هداف ريال مدريد وثالث لاعب يحصل على أكبر عدد من الجوائز المباريات. يعني هنا هل يرحل إبراهيم دياز عن الريال بسبب بابي؟ سلط التقرير من موقع فوت ميراكتو الفرنسي الضوء على يعني مستقبل المغربي إبراهيم دياز مع ريال مدريد في الميراكتو الصيفي الحالي بعد تعاقد الفريق مع مبابي. وأوضح الموقع الفرنسي أن انضمام بابي إلى الفريق الملكي سيقلل من دقائق المشاركة دياز الموسم القادم في ظل وفرة المهاجمين الذين تسخر بهم كتيبة الريال، رغم يعني رحيل لعاب يعني نجم كبير. وأبرز أن ريال مدريد أبدى رغبته في بقاء النجم المغربي داخل النادي بحيث كان موقفه واضح، وهو عدم وجود نية على الإطلاق للتخلي عن اللعاب في الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضح إلى أن دياز بالغ من العمر 24 عام أبان عن رغبته هو الآخر في مواصلة اللعب بقميص ريال مدريد الموسم المقبل بكونه يشعر بحالة جيدة للغاية داخل النادي. والمصدر نفسه يعني أفاد أن إدارة ريال مدريد برئاسة بيريز رفضت مقترحات من بعض الأندية التي ترغب في التعاقد مع دياز، ويتعلق الأمر بكل من توتنهام الإنجليزي ومانشستر يونايتد وأرسنال نابولي والميلون.
بعدما أكد أنشيلوتي حاجته للعاب المغربي الموسم القادم. أنشيلوتي ربي ما ديلوش كما درت الآخر آدم والناس في نابولي، مع اللي كان باغي يروح لبوروسيا دورتموند، وقلت لهم خلوه لي مشروع، ومن بعد حتى روحت وخليته يتخبط، خليته يتخبط مع سباليتي وخليته، حصلته في الإصابات وحصلته. هذه هي. المهم ابراهيم دياز وين اللعاب، يعني وين اللعاب، لي رغم ان غادي تكون منافسة كبيرة، غادي تكون منافسة كبيرة كبيرة كبيرة. زيدهم جايبين الريال او دي الريال غادي. هذه غادي يجيبوا لاعبين كبار، جابوا لعابه وعندهم لعابه وعندهم، يعني حاجه ماشي سهله اخويا. لعابه ماشي لعابه اللي راهم هذه هضرتكم قام كاش منها. والله بزاف. شوفي شكون اللي تشوفو يدي يدي يا ودي، شكون اللي يديها اخويا. كاينه دروك دير حسابك، تلاقات اسبانيا مع الالمان، التكهن هنايا يحبس تتكمل 90 دقيقة، التكهن يحبس تتكمل 90 دقيقة اخويا. هذه المباراة التكهن تاعها يحبس تتكمل 90 دقيقة، شوف كيفاش. ما نقول لك انت يلعبوا دويت، الى دويت باش يلعبوا. لا غادي تحبس خويا. المهم حنا كيما يقول لك نعاود نقولوا ابراهيم دياز، ابراهيم دياز اللعاب الكبير خويا، ها لعاب ذو مستوى عالي خويا. نقول لك لعاب كبير خويا. شو بير الوداد راهي جايبه مدرب، مدرب غياد الوداد صديق ريفالدو، سيكون يوم 3 جويلية حسبي مصير نادي الوداد باعتبار يوم محدد لعرض جمعية عمومية انتخاب رئيس جديد ويواصل الوداد بخمس ملفات. الله يسهل عليهم، الله يسهل عليهم. أنا أقول لي واللي غادي نلعبو النهائي يا أخويا، الله يسهل على كل واحد. الله يسهل على كل واحد يا ليش تهلك. على بالي بها، والله لا على بالي بها. شوبير عدلي صرح قال بلي انا نبغي الجزائر. الله يسهل عليه، قال ولا ما قالش يا اخويا، يقول لما يقول ولا احنا شنو دخلنا. طيب سهل، يسهل على كل واحد.
ياه كل واحد ما يسهل عليه. بالتالي ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وما تنساوش تفعلوا الجرس. صحيتو خوتي.